أنا أعلم بالفعل. دعونا نجد الفائز بجائزة بي بي سي. نعم هذا صحيح، تهانينا محمد صلاح على جائزة بي بي سي. إنها جائزة مهمة جيدة للاعب مميز جدا في ليفربول. كيف تشعر الآن بفوزك بهذه الجائزة؟ أنا سعيد جدا بفوزي بها، إنه شعور خاص ولحظة فريدة، وأريد جدا أن أربحها العام المقبل. هناك جمهور كبير خلفك قام بالتصويت لك، فمن تريد أن تشكر؟ أريد أن أشكر كل أصدقائي في الفريق وكل من يعرفوني ومشجعيني، فأنا سعيد جدا بهذا النادي ومدربي والفريق الفني وكل منهم أسعدني العمل معهم بشكل كبير. فالموسم السابق كان جيد مع روما كذلك، وبالتالي أشكرهم وأشكر كذا المنتخب المصري، فشكرا لهم لأنهم جميعهم تعبوا وعملوا بمنتهى الاحترافية. إنه الآن فاز وربح ونجاحي جزء من نجاحي. ما رأيك في من تدربهم؟ الجميل أن صلاح ما زال صغير السن، وبالتالي هناك فترة كبيرة يتحسن فيها بشكل أكبر وأن ينمي إمكانياته، وهذا ما يجب أن يفعله. أسعدني حقا حقا العمل معه. محمد اللعب مع ليفربول كمثلي، كيف تشعر تجاه هذا وكيف ترى المستقبل للاعبين المصريين؟ دائما أفكر بأنني سأمضي في طريقي، وأريد لكل اللاعبين أن يمضوا كذلك في طريقهم وأن يحذوا حذوي، لأنني رغبت أن أكون الأفضل وأن أكون جميعهم أفضل لاعبين مصريين، وبالتالي يجب على الجميع العمل بمنتهى الجد. أنا أقوم بعمل جيد الآن وألعب في ليفربول، وأسعد وفخور بذلك كثيرا، وبالتالي يجب علي أن أعمل بمنتهى الجد وأن أكمل في هذا. لقد تشاهدت محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية، لقد كان سريعا جدا، ما رأيك في ذلك؟ دعني نقول أنه سريع بشكل جيد، ولكن دعينا نقول أنه قام بأشياء مميزة كثيرة. تهانينا محمد صلاح، شكرا لك كثيرا. لابن بلدنا، مبروك لفخر العرب، مبروك محمد صلاح بيحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في استفتاء البي بي سي. شفنا مع حضراتكم تعليقه هو على هذه البطولة والفوز، وما شاء الله يعني أتقن اللغة وبقى حاجة جميلة جدا، وكلامه مع مديره الفني يورجن كلوب والحالة اللي موجودة ما بينه وما بين كل زمايله أيضا في الفريق. فهذه الفقرة طبعا بيستقبل واحد من نجوم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي، كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي كابتن ماهر همام. ساخرة كابتن، وألف مبروك فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في البي بي سي. أهلا بك يا محمد، وألف مبروك طبعا لمحمد صلاح على الجائزة اللي حصل عليها كأحسن لاعب في هذا العام 2017، وده بيمثل طبعا فخر لكل المصريين. بصراحة احنا قاعدين متشوقين جدا يا محمد ان احنا مستنيين النتيجة. واخد بالك تروح لمحمد صلاح، ما عندكش فكرة كل المصريين مستنيين اللقاء الجميل اللي احنا شفناه على الهواء دلوقتي من قناة النادي الاهلي، القناة اللي بيحبها الملايين من المصريين. ده نتاج محمد مجهود كبير جدا جدا لمحمد صلاح، مشوار طويل بشكل كبير. يعني عايز اقول لك ان انا خارج قبل ما اطلع الهواء كان واحد قال لي ان محمد صلاح كان بيجي من بالبيس راكب ميكروباص بسيون، وانا بسيون اسف لسه حتى بقول كلام فيعني ده اذا كان بيدل فبيدل ان فعلا يعني كفاح مرير وكفاح
شاق جدا للنجم محمد صلاح، وده بيرجع يمكن لشخصيته اللي احنا شايفينها، الشخصيه اللي فيها الاتزان، الشخصيه اللي فيها الايمان، الشخصيه اللي فيها الحب، الضحوك، الاحترام للمدير الفني، الاحترام لناديه كبير اللي هو بيمثله ليفربول، احترام حتى اللي يمكن لجمهور ليفربول اللي هو دلوقتي بيبقى بيعشق معشوق لمحمد صلاح نجمنا ونجم مصر. وده بيدل على ان في مواهب في مصر موجوده ومثل اعلى لكل الصغار. طب انا انت حضرتك خدتنا لنقطه مهمه جدا، هل تعتبر محمد صلاح قدوه ونموذج لكل شباب مصر في كل المجالات مش بس في كره القدم؟ بالظبط يا محمد، في كل المجالات. يعني يمكن صلاح هو الابرز في منظومه كره القدم، يمكن كل الشباب بتبص لمحمد صلاح كمثل اعلى ليها، بتبص لمحمد صلاح ان امل ان هو كل واحد يبقى عنده امل في ربنا سبحانه وتعالى ان يغزو الخطوه ديت او يفوز او ينول بهذه الخطوه. كل المجالات اذا كانت هندسه او طب او رياضه او ثقافه او اجتماع، كل الناس بتبص لمحمد صلاح بصه فعلا نجم خلوق. التربيه محمد والبيت ودعاء الاب والام والاهل هو يمكن اللي سند محمد صلاح ربنا سبحانه وتعالى، ثم الطبيعه الجميله والتواضع اللي محمد صلاح والدفء اللي عاشه في بيته وفي اسرته هو اللي صنع هذا النجم الجميل. وزي ما بقول لك محمد ان صلاح في الاجازه اللي بياخدها من الراحه اللي بياخدها من شغله وتدريبه بيرجع بلده. شوف الحب بقى ما شاء الله، يعني والقرب والدعوات في هذا الامر كلها. لكن هو مشاريعه الخيريه هناك كتير قوي. وبرضه هرجع لنقطه مهمه حضرتك ذكرتها، ان مشواره كان صعب يا كابتن ماهر، وحضرتك طبعا يعني من كبار المدربين وطلعت اجيال واجيال وبتاع، يعني ايه كلمه مشواره مليء بالصعوبات، يعني كل خطوه فيها تحدي. بالظبط، وهو واضح من الصغر كلنا تنبأنا، يعني مش 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 الشيشيني بس ولا المقاولين بس، مصر كلها تنبأت بمحمد صلاح ان هو القادم، الموهبه القادمه. محمد صلاح محمد وهو في المراحل السنيه باين قوي، باين المهاره، باين النبغه، باين الذكاء، باين التواضع، بين الانطلاقات، بين احراز الاهداف. فطبعا بحيي طبعا منظومه نادي المقاولين العرب وبالاخص سعيد الشيشيني اللي هو بيعتبر اب فاضل وعين من العيون الكشافه الجميله اللي هي قدرت تشوف محمد صلاح وتشوف النني وتتنبأ ان الاثنين دول ان شاء الله مش هيبقوا موجودين بس في المقاولين العرب، لا هيبقوا موجودين في منتخب مصر وهيبقوا موجودين في العالم الخارجي. محمد التواضع والحب اللي بينه وبين الناس، يعني هقول لك حاجه، واحد حكى لي ان هو في معسكر المنتخب كان بيتصور مع الناس، فراجل شيف بتاع المطعم او بتاع الفندق قال له لو سمحت يا كابتن بس حنده رئيس الطباخين يتصور معاك. فقال له طب انا مستنيه. تخيل الراجل اتاخر عليه 5 دقائق، فضل واقف فده اذا كان بيدل فبيدل على اصل محمد صلاح والتربيه اللي اترباها، وهي دي النجوميه، التواضع. يعني كل نجوم العالم اللي انت ممكن تشوفه او تتخيله محمد هتلاقيهم بنفس نوعيه محمد صلاح، التواضع في النجوميه. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه برضو، بالنسبه لشاب وكلاعب ازاي اقدر اتغلب على كل الصعوبات اللي واجهها واحد زي محمد صلاح عشان اوصل لهدفي الاعلى وان انا ابقى في يوم من الايام واحد من افضل لعيبه العالم؟ بص، هي بتبان بقى من المراحل السنيه، بتبان من الصغر، لما بيبدا اللعيب من دول بيبدا ملامحه تبان بعد مراحل، طبعا مراحل البلوغ ومراحل ال 14 15 سنه بيبان بقى، بيبان شكل اللعيب او شكل النجم هيروح لفين، واخد بالك؟ وبعد كده بمقاوماته بقى هو الفنيه والبدنيه والتكتيكيه، ازاي يساعد نفسه. الجزء الاكبر بقى المدرب بقى والعين الخبيره اللي بتبدا. وهل الموهبه فقط تكفي يا كابتن ولا لازم يبقى في شخصيه قويه وشخصيه مؤمنه وملتزمه؟ اكيد طبعا الشخصيه القويه والملتزمه والمحترمه هي اللي بتساعد الموهبه على الوصول لل، يعني في لعيبه نجوم بتطلع نجوم بس يعني ممكن نقول التزامها ما بيوديهاش للمرحله دي، ما بيكملش يا محمد مع الاسف، بيوصل في الاخر وبعدين بيطلع بره الطابور. لكن محمد صلاح باين قوي من كل اللي بيشوفه، يقول الولد ده جاي، الولد ده موهبه، الولد ده محتاج انه بس ايه يثقل بالحاجات البدنيه التكتيكيه مع المؤسسه كمان. يعني مؤسسه المقاولين العرب طول عمرها بتفرغ بشكل كبير جدا في جزئيه الناشئين، يعني المقاولين
اخدت منافسه بينها وبين النادي الاهلي وبين انبي بشكل كبير جدا، يمكن تفوقت كمان في فترات على النادي الاهلي وعلى انبي. فعايز اقول لك ان محمد صلاح مثال. ده حقيقي. وبرده خلينا نقول ان الدكتور سيد مصطفى، دكتور عمرو ابو المجد من الناس اللي يعني كان ليها دور كبير، كابتن سعيد الشيشيني، كابتن عبوده، كابتن حمدي سكلة، كابتن يعني عشان انا بس عشان ما حدش، كابتن حمدي نوح، كل المسؤولين في الاجهزه الفنيه، كابتن عبوده، كابتن محمد عبد السميع كان له دور مهم جدا 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 يا كابتن في موضوع احتراف صلاح، لان حينما كان هو المدير الفني في هذا التوقيت لما جاله عرض بازل وهو بالعكس وراح لمجلس الاداره، كان ساعتها طبعا الاستاذ ابراهيم محلب، المهندس ابراهيم محلب كان رئيس الوزراء فيما بعد، كان هو رئيس نادي المقاولين العرب، ولما طرح الامر كان راي كل هؤلاء النجوم ان لازم تسيبوا الولد يطلع، ده مستقبله وده هيبقى حاجه جميله جدا لمصر، وده شيء صراحه يحسب لاداره المقاولين العرب في هذا الشان. زي ما انت ذكرت كده محمد، ان المؤسسه نفسها مع الاداره مع النجوم الكبار اللي انت ذكرت اسمائهم، دول برضك ليهم باع كبير جدا ولهم خبرات بشكل كبير كلاعب او كمدير فني. عوده النجوم دول كانوا في الخارج، وعوده النجوم دول مره ثانيه للمقاولين خدمت الولاد دول، خدمت النني وخدمت محمد صلاح، خدم تريزيجيه في النادي الاهلي، رمضان صبحي بردك، منظومه النادي الاهلي في قطاع الناشئين بردك كان موجود فيها الكابتن عبد الزعيم شافي، الكابتن محمد عامر موجود، الكابتن عمرو ابو المجد دلوقتي واخد بالك، بالنسبه لامبي موجود امام محمدين على راس الجهاز الفني في نادي امبي، كل دول عندهم رؤيه، كابتن علي ابو جريشه في وادي دجله عامل شغل على اعلى مستوى، فكابتن غانم سلطان دلوقتي في نادي الزمالك واخد بالك، فكل دول نجوم كبار جدا محمد وعينهم حلوه قوي، ويقدروا يكتشفوا لنا اكتر من المواهب ديت. احنا عندنا حوالي 16 لعيب محترف يمكن في اوروبا. نعم. ان شاء الله الفتره الجايه هيزيدوا يوصلوا، انا في رايي هيوصلوا ل 30 لاعب باذن الله. وده هيبقى اكيد بيجي بالنفع على الكره المصريه، وزي ما حضرتك طبعا الناس كلها شايفين الى ما وصل اليه صلاح، وما شاء الله النني وحجازي وتريزيجيه ورمضان صبحي وايضا كريم حافظ محمدي، منتخب بقى عنده ذخيره من المحترفين. طب نرجع لشان المحلي كابتن ماهر، بالامس لقاء الاهلي ومصر المقصه، واحده من المباريات المؤجله للنادي الاهلي في الاسبوع الثاني من مؤجلات الدوري الممتاز. النادي الاهلي امام مصر المقصه دخل بيلعب ماتش كل اربع ايام، بيحاول ان هو يكسب فريق قوي، اصبح قوي مع وجود الكابتن عماد سليمان على راس الجهاز الفني للفريق. النادي الاهلي كان افضل استحواذ افضل فرص، ولكن في الاخر لم يكن موفقا. كيف رايت هذا اللقاء كابتن؟ هو اولا عايزين نبارك لنادي المقص على فوزه على النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى له اكتر من سنه ونص، يمكن اول خساره مباراه اول خساره يمكن تنول النادي الاهلي هذا العام، يمكن على ايدين نادي المقصه، وده بيرجع يمكن لعده عوامل، اولها الاداره الممثله في السيد اللواء محمد عبد السلام، اللي بيدي الصلاحيه بشكل كبير جدا للجهاز الفني اللي موجود الحالي بالنسبه لعماد سليمان، تنسيق جيد جدا بين الاثنين اثمر في الاخر على ان بقى لهم اكتر من 7 مباريات الكيرف طالع بيهم بشكل كبير جدا، ان هو النهارده بيكسبوا الزمالك 3-1 وبعدين بيكسبوا بطل الدوري 3-2. اذا ده كان بيدل محمد بيدل على ان في ناس بتشتغل، يعني لو تسمع عماد سليمان وتسمع التواضع اللي بيتكلم فيه من خلال مكسبه لمباراه النادي الاهلي، بيتكلم على النادي الاهلي نادي العريق، النادي القوي، النادي القرن، ازاي ذاكر، قعد يذاكر 3-4 ايام النادي الاهلي عشان يقدر يوصل ان هو يبادله. بس موضوع المكسب ده فيه توفيق بشكل كبير جدا، يعني انا في المؤتمر الصحفي بحيي طبعا كابتن عماد سليمان وبحيي كابتن حسام البدري على المباراه الفنيه اللي على اعلى مستوى اللي اتعملت، افضل المباريات محمد اللي اتعملت السنه دي. نعم. بصراحه يعني فيها شغل تكتيك بالنسبه للفريقين على اعلى مستوى، فيها توفيق يمكن راح لنادي المقصه بشكل كبير، عدم توفيق يمكن ما كانش موجود في صفوف لعيبه النادي الاهلي، الاجهاد الواضح من مراد الاسيوطي، ويمكن دي المباراه الثانيه على لعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان من ضمن الحاجات احنا طبعا شايفين دي بعض اللقطات يمكن من مخرجنا من مباراه الامس واضح ان كان في استحواذ بالنسبه للنادي الاهلي يمكن في الربع ساعه الاولى. يا محمد كانت الامور ممكن يعني دي واحده من ضمن الهجمات اللي اثاروا استلامها بشكل جيد جدا،
لكن التصويبه يمكن كانت بين الثلاث خشبات، لكن ما كانتش مؤثره، كانت ممكن تفتح لنا الجيم بشكل جيد. الجيم ده محمد اتشقلب بلغه الكوره بعد خروج هاني سعيد اللي هو لاعب وسط الملعب لنادي المقصه، وكان عنده اصابه اصابته اضطر عماد سليمان يغير الشكل وطريقه اللعب. يعني عماد كان بيلعب باربعه خمسه واحد، بحاول نزود عدد لعبته في نص الملعب عشان يحصل نوع من السيطره ونوع من الاستحواذ اكتر من لعيبه الاهلي. ودي الهجمه الثانيه كمان اللي احنا مش موفقين فيها، فيها قوه من عبد الله السعيد في حته القص العرضي الباص، يمكن كانت بقوه ازاره حاول عليها الصراحه، وحاول بصراحه عارف يا محمد لو الباص ده فيه نص قوه بس تعدي بس كان يقدر يحطها في بطن رجله بشكل كبير، لكن قوه الكوره وقوه الباص بالنسبه لعبد الله السعيد اتحرك لها كويس، اتحرك لها لكن طبعا عشان يتقنها ويضمنها بطن رجله، لكن مع الاسف البند اللي حصل خلى كوره يمكن عدت. الشكل اتغير بعد صاحب هذه المهاره محمد مسعد لما نزل بدل هاني سعيد، اضطر كابتن عماد سليمان يغير طريقه اللعب من 4 5 1 الى 4 2 3 1، ودي اللي اديتهم الصلاحيه معظم اوقات بالظبط يقدر يسيطر بشكل كبير جدا يبادل الهجمات على محتويات المباراه او الشوط الاولاني. الشوط الاولاني محمد خرج 50 50 بالنسبه للاستحواذ، ودي كانت نسبه كبيره جدا اول مره نشوفها ان حد يبادل النادي الاهلي في حد يبادل النادي الاهلي. برافو عليك، فدي كانت من ضمن الحاجات اللي اثرت بشكل كبير. الحاجه الثانيه يمكن اللي دفع لعيب المقصه الدوافع والاصرار والعزيمه. بص هتلاقي النهارده اللقطه اللي احنا شايفينها راجعين كلهم نص ملعبهم وشايفين الكوره، يعني الكوره في حيز ناحيه هاني وناحيه عبد الله السعيد، تحس ان لعيبه المقصه شايفه الكوره وبتحاول تضغط في كل كوره موجود فيها لعيبه النادي، وده يمكن خلى لعيبه النادي الاهلي تعمل مجهود مبذول اكتر من فوق طاقتهم عشان يقدروا يضربوا التكتل الدفاعي اللي اتعمل بهذا الشكل. هل عدم وجود عاشور في وسط الملعب، حسام عاشور واحد من اللعيبه الخبرات وده ماتش محتاج لعيب خبرات، هل اثر في اداء النادي الاهلي كابتن؟ اثر بشكل كبير جدا يا محمد بصراحه، يعني ده يمكن الهدف جابوا الهدف الاولاني بتاع حسين الشحات، عمل جمله بشكل كبير جدا. التراوري اللي بيعتبر النجم المباراه في وسط الملعب قدر يروح ناحيه الشمال ويعمل كره عرضيه عشان يعديها جون انتوي، تلاقي حسين الشحات يلعبها بشكل تصويب قوي، يمكن كانت مفاجاه بالنسبه لاكرامي. هرجع لسؤالك ان حسام عاشور فرق بشكل كبير جدا. حسام من الخبرات اللي احنا بنعتمد عليها وكابتن حسام بيعتمد عليه في طريقته بشكل جيد، لان حسام بيعتبر مسمار نص ملعب، بيقدر يغطي ناحيه الاطراف، بيقدر يغطي في العمق، يقدر يساعد قلبي الدفاع ان هو بيبقى زي ليبرو قدامهم. حسام عاشور لكن طبعا كابتن حسام فضل انه يدفع باحمد فتحي في نص الملعب، خبراته ولعبها قبل كده وادي بشكل جيد، واحمد فتحي بيجيد التصويبات المتحركه او الكور الثابته، لكن محمد هاني ما ساعدش لدرجه انه حسام بردك من ضمن الشغل اللي يحسب لحساب وبنحييه ان هو تكتيكيا قدر ان هو يلحق لما حس ان في ثغره موجوده ناحيه الشمال بالاخص عن طريق اطراف الملعب اللي كانت فيها محمود وحيد وكانت مع محمد مسعد، فاضطر ان حسام في بدري. فرصه ثانيه برضه لاجاييه، ودي اجاييه يمكن ده برضك يمكن كده ثلاث فرص محققه يعني لحد دلوقتي للنادي الاهلي ثلاثه بس في الدقيقه 27 يعني 27 بالظبط. يعني دي فرصه من ضمن الفرص اللي ضاعت يمكن بشكل هو لعبها ببطن رجله، لكن احنا افتكرنا انها في الجول. احنا لما شفناها من بره حسينا ان الكوره دخلت في ثلاث خشبات، لكن مع الاسف يمكن برضك من عدم التوفيق اللي كان موجود عليه لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه. فانا عايز اقول لك ان ثلاث فرص من الفرص الاكيده للنادي الاهلي اللي كان ممكن يحسم بيها لقاء المباراه، دي من ضمن الحاجات اللي اعتمد عليها المقصه يا محمد، الكونتر اتاك او الكرات المرتده السريعه، وهم بيجدوها لان هم عندهم عناصر من اللعيبه بتتميز بالسرعه. ومنهم جون انتوي اللي بيعتبروه محطه مسعد من ضمن المحطات بالظبط، ومسعد وحسين الشحات والراجل اللي هو فوافي دوت اللي هو الافريقي اللي لعيب كويس برضه لعيب مهاري بيقدر يمسك ويوقف على كوره. كابتن ماهر وليد ازارو جاب ضربه جزاء، حصل على ضربه جزاء واحرز هدف، هل كان من افضل مباريات وليد ازارو لقاء المصري المقصه؟ هل ادى اداء جيد؟
هو انا شايف انه كان افضل من مباراه الاسيوطي، انك انت بدك تبقى طبعا انت كمهاجم بتسجل هدف، فانت بتاخد قيمه ودرجه كبيره جدا من الاداء، على ضربه جزاء وحصلت على ضربه جزاء، فانت بتاكد انك انت درجه الاداء بالنسبه لك في الفرص اللي جات لك سجلت منها وقدرت تجيب ضربه جزاء، فدي بتحسب للمهاجم بشكل كبير جدا. ضربه الجزاء كانت الكره صعبه شبه ميته قوي، هو اللي اجبر المدافع هو اللي احياها وخلاها يعني، ودي دي هو بيعرف يجيب بنالتيات بالظبط، دي من ضمن الحاجات اللي تحسب لأزارو زي ما قلت لك، اتحسبت له بشكل كبير جدا انه يجيب ضربه جزاء ونسجل هدف، فالراجل تقدر تقول ادى اللي عليه واتحسبت له بشكل كبير يعني. دي بقى من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، التحضيرات اللي هم فرضوا سيطرتهم بشكل كبير، وخصوصا ان محمد مسعد من اللعيبه المهريه اللي بتقدر تفوت وبيعرف يفوت على الرجل الثابته، فكان عامل مشكله بالنسبه لهائم، عشان كده بدل كابتن حسام بدري طلع احمد فتحي على الطرف ودخل محمد هاني الى حد ما في نص الملعب لايقاف يعني اختراقات هذا اللاعب. وصراحه النادي الاهلي برضو كان في هذا التوقيت برضو بيوصل وبيضيع بالظبط، ودي هجمه من ضمن هجمات بدك العمليه، دي اول فرصه للمصري غير الهدف يعني. بشكل جيد جدا عمل شيب طبعا من ورا المدافعين، راح لها جون اونطوي بضربه راس. هو صراحه صبري هنا يعني المفروض كان يكشف الاوفسايد بدري بالظبط، هو لو كان وقف يكشف الاوفسايد يا اما ياخد من قدامه فليها ليها شقين يعني. اكشف اوفسايد كان سهل جدا لان كلهم كانوا طالعين، وده التنسيق اللي احنا وقعنا فيه في بعض الفترات بالنسبه لخط ضهر الكره اللي خد منها ازارو ضربه الجزاء، ده كره ميته. وانا بحيي طبعا يمكن الحكم الخامس هو برافو عليه انه عنده شخصيه وقدر انه يدي ضربه جزاء، واخد بالك الحكم اخذ برايه وكانت ضربه جزاء صحيحه وحتى يعني هم بيعترضوا، وكان يعني احد افراد الجهاز الفني المصري المقصه يعني اعترض لدرجه ان هو خد ايقاف 8 مباريات، وكان كابتن ايمن رجب، ولو هو شاف الكره في الاعاده هيندم على طريقه انفعاله لان هي مش باينه، الراجل ما بينه وما بينها خطوتين بالزبط. وهو اللي حسبها بالظبط بالظبط، وده دوره، وده حكم بيعتبر يعني مساعد الحكم بشكل كبير يعني هنا في احمد عبد العزيز مودي هو خد وليد ازارو، وليد ازارو عمل كره على فكره وكان له نفس الكره في الاسيوطي يا كابتن لطيف ايوه وما اتحسبتش مع حماده طلب هو بيعرف يغير اتجاهه لان هو سريع بيوصل الكره قبل المدافع بالظبط، فضربه جزاء صحيحه واخد بالك في توقيت جيد رجع بيها النادي الاهلي للمباراه 1-1 في الدقيقه 45، ودي حاجه بتحسب برضك لمهاجمي النادي الاهلي انه انت حتى في الاوقات الاخيره يعني هو من الشوط الاول يا كابتن من الشوط الاول النادي الاهلي جات له 4 فرص بالظبط، حط واحده اللي هي ضربه الجزاء وضيع 3 والنادي المقصه جاله فرصتين، واحده جون واحده بره بالظبط، ده الشوط يعني الاول بس ما هو ده التوفيق وعدم التوفيق يعني اللي اتكلموا عليه مدربين فنيين حتى في المؤتمر الصحفي كابتن حسام قال ان التوفيق ما كانش في حلفنا، عندنا 4 فرص في الشوط الاولاني جبنا منهم واحده، المقصه عنده فرصتين جاب منها واحده، دي توفيق وعدم توفيق بتحسب لفريق المقصه. النقطة الثانية محمد واضح الإجهاد، بص عبد الله السعيد بياخد نفسه يعني واضح الإجهاد كل 4 أيام يا كابتن يعني أنا 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 طبعا يعني مشفق عليهم الله يكون في عونهم، مجموعة الخبرات اللي موجودة في لعيبة النادي الأهلي ما ريحوش أكتر من 2 سنين مع المنتخب ومع النادي الأهلي، وهنشوف كده بالأسماء، هنلاقي شريف إكرامي وهنلاقي أحمد فتحي وهنلاقي عبد الله السعيد وهنلاقي وليد سليمان حتى أجاييه يمكن على فترات ومؤمن وسعد على فترات وديك سببت لنا قوام الرئيسي للأهلي في بعض الإصابات كمان اللي أثرت على أداء وتشكيلة لعيبة النادي الأهلي، لكن زي ما أنت قلت إن عاشور فرق محمد بشكل كبير جدا لأن عاشور كان ممكن يحصل، وهل أيضا سعد سمير يا كابتن؟ وسعد سمير طبعا وسعد سمير لأن أنت برضك أول مرة يمكن أشرف أيمن أشرف مع نجيب انت محتاج الاثنين دول بالذات يبقى بيلعبوا وقت مع بعض اكتر عشان يحصل نوع من التجانس، احنا كنا لسه بنتكلم على حته الكره اللي انت كنت بتتكلم عليها ان الاثنين كانوا واقفين على خط واحد يعني حتى الكره هتيجي دلوقتي هو الهدف الثاني اللي فيه الهدف الثاني كلام كبير جدا لان بالنسبه يعني ممكن بالنسبه للجمهور ما ياخدش باله قوي من الكره ديت ان فيها صعوبه على دفاع النادي الاهلي كبيره لان اللعيب في الملعب يا كابتن وطبعا حضرتك يعني استاذنا ومدربنا كلنا بيبقى وكرة معاه سواء كلاعب وسط او لاعب مدافع
انا بفتح عشان انا كنادي اهلي ابتدي هجمه هي الكوره دي منظمه هي دي. يا ريت بس ترجع يعني نرجع تاني من هنا هنا المفروض يا كابتن بص كده الاثنين اللي المفروض هيلعبوني كوره عبد الله واجايمه معاهمش حد فلعيبه النادي الاهلي كله عايز ياخد مكان قدام بالظبط وبعدين سبحان الله خبطت الحكم اللي هو اللاعب هو طبعا يمكن الحكم تقديريا الموقف ده هو مركزه خاطئ يعني ما ينفعش يبقى التمركز بتاعه ما كانش جيد تراوري قطع الكوره ولعبها الموافي لعبها ل هو تراوري لعبها جون انطوي لعبها للفوق بالظبط يعني هنا تراوري قطع اهو وهنا بص صبري وفي مساحه ايمن اشرف طبعا فاتح بالظبط لان الهجمه لينا وعايز اقول لك حاجه محمد كمان وانت بتقطع بتعدي نص ملعبك كل الناس بتطلع مع الكوره هي دي يا كابتن اللي انا بتكلم فيها فطبعا الناس بتقول هو خطا بس يعني مين يتوقع ان عبد الله واجاي معهمش حد يعني لو الكوره بس ترجع بالزبط. تاني معهمش اي لعيب من المقصه بالزبط. عمرها ما ترجع يعني بس هنا عمرها ما تبقى مرتده عليا دي خالص وكان وخد بالك وكان هتبقى مرتده على المقصه خطير وسهله بالنسبه لنا لان احنا عندنا عدد الحمد لله وافر قوي موجود في نص ملعب المقصه لكن طبعا سبحان الله يعني شوف الكوره يعني هنا صبري رجعت ازاي واتنقلت ازاي صبري اسرع ما يمكن الثغره بتاعت ايمن اشرف ما نقدرش نلومه عليها لان كده كده الكوره معانا هو زي ما احنا اتكلمنا محمد وقلنا ان دلوقتي بالنسبه للاثنين قلبي الدفاع وانت طالع واحد بيبقى قريب من الهجمه واخد بالك انت مواسطه نفسه لكن طبعا واضح ان اشرف ونجيب طالعين واخد بالك مش واخدين بالهم من التحرك بتاع موافي كابتن حضرتك يعني الكوره معانا الكوره كانت مفاجاه يعني فعلا معلش الا لعيب الكوره ولغه الكوره ثبتتنا ايوه الكوره ثبتت الناس كلها يعني الحكم هو اللي ضحك علينا كلنا انا طبعا مش عايز الوم يعني احط الحته على الحكم ولكن دي حاجات في كره القدم قد تحدث احيانا بالظبط وارده ولكن هي صعب انها تحدث طبعا سبحان الله ودي بقى من ضمن الحاجات الشوط الثاني كمان كده احنا داخلين في فرصه ايه في فرصه الخامسه دي الفرصه الخامسه لعبد الله السعيد يعني طبعا واضح قوي ان كان هيبقى واحد من احلى اهداف احمد فتحي رجعها بشكل جيد استلامها عبد الله والدوري ودي بقى من ضمن الحاجات بتاعت عبد الله سبحان الله احنا كلنا قلنا جول لان عبد الله الحاجات دي مميز فيها بشكل كبير جدا عملها استلامها بشكل جيد وبعدين صوب ومرجح يعني نموذجي في التصويب بشكل جيد لكن طبعا سبحان الله العارضه النهارده كان ليها او امبارح كان ليها دور كبير جدا مع نادي المقصه مرتين بتنقذ هدفين اكيدين للنادي الاهلي فدي برضك من ضمن الحاجات اللي اتكلموا فيها الاثنين المدربين وبالاخص الكابتن حسام قال لك ان يعني سبحان الله يعني التوفيق مش محالفنا بشكل جيد ده الباص برضك البايدي واحنا ما اتقرصناش من الباص الاولاني وقعنا في الخطا زي ما قلت لك في نقف هنا كده محمد هتلاقي وقفه قلبي الدفاع قريبين من بعض قوي واقفين على خط واحد زي ما قلت لك ودي غلط يبقى واحد قريب ولازم يبقى ايمن اشرف هو اللي عامل كفرنج هو اللي عامل عمق عشان يقدر يلحق الباص ده ويقدر يغطي على محمد نجيب لكن مع الاسف الاثنين واقفين الكوره طبعا كانت اسرع منهم لما بدا جون يجري فطبعا كان اسرع وبعدين طبعا خروج اكرامي هو جون اعتمد على خبرته شويه وعلق رجله وبعدين ما تنساش علق رجله بيلعبوا في فرقه واحده فاكيد عارف اكرامي هيطلع على انهي رمي إيه؟ طبعا انت برضو يعني في الحته ديت لما يكون معاك الجون وبتفرق بيه كتير عارف هو بيطلع يترمي ازاي عامل ايه وطلع وجون كمان استعمل مخه انه علق رجله الاخيره بقى الرجل هو رجل رايحه والرجل التانية راح معلقها عشان اللي لمسها فيها اكرامي طبعا خبص وجهاء حسب ضرب جزاء ودي حاجه من ضمن الحاجات الخبره اللي اتعامل معاها جون انطوي وزي ما قلت لك ان احنا اخطاء دفاعيه بالنسبه لنا بسبب وقوع خط ظهر على خط واحد وما كانش فيه العمق بين قلبي الدفاع عشان الحاجات اللي في سرعات تملي بقى في سرعات يا محمد يبقى لازم واحد قريب من راس الحربه والتاني عامل العمق اللي ورا عشان يقدر يسبق ويقدر يجاريه في السبق وبعدين يبقى فيها التغطيه والميلان على الخط ككل. كابتن التغييرات كابتن حسام البدري نزول مؤمن واول ما نزل عمل تمريره لباكا وايضا باكا نزوله وصالح جمعه يعني كابتن حسام البدري غير طريقه اللعب هل شفت ان التغييرات كانت سبب في عوده النادي الاهلي للقاء؟ كانت سبب بالايجابي واتاخرنا عليها محمد اتاخرنا عليها يعني مؤمن وباقه
نزلوا في وقت كنا محتاجين من بدايه الشوط الثاني. والنقطه كمان اللي دخلنا عليها محمد انك انت بعد ما عملت الشيفت بين فتحي وبين هاني كنت لازم اشد هاني. نعم. من بدايه الشوط الاولاني مش مكان من بدايه الشوط الاولاني ويلعب لعيب نص ملعب يفرق معانا. صالح كان هياخد وقت كويس قوي وهياخد مساحه كويس قوي وهياخد ثقه كويسه قوي، خد بالك هتفرق معانا. النقطة الثانية طبعا تغيير باقة وتغيير مؤمن إيجابي بشكل كبير جدا وعمل نشاط وحيوية بشكل كبير بيعتبره من أنشط اللعيبة في التلت الهجومي. التغييرين اللي عملهم حسام البدري اللي نشطونا مؤمن عمل كون صراحة وضيع فرصتين الاثنين بالدماغ كانوا كافلين ان هم النادي الاهلي يكسب ان احنا نتعادل ونكسب واخد بالك. لكن انا عايز اقول لك ان التغييرين كانوا مثمرين بشكل جيد وعملوا لنا فوقان في الحته الهجوميه اللي كان فيها تسرع من نجومنا وليد سليمان وعبد الله واجاي وجايه وبعدين مؤمن بعد كده ده فاكر ضيعه واحده وباقة. يعني كان في نوع من التسرع غريب جدا يا محمد. انت عارف يا كابتن دخلنا على 11 فرصه بالظبط الشوط الثاني يمكن يعني بكل يعني الماتش كله من 5 ل 6 فرص والشوط الاولاني عندنا يمكن من 4 او 5 فرص. فانت بتتكلم في 10 11 فرصة للنادي الاهلي في سبيلهم هم يمكن ثلاث فرص بس وصلوا بيهم لمرمى النادي الاهلي. ما هي 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 بص يعني هو التعليق اللي حضرتك علق رجله هو يعني بص اهي رجل اليمين معلقها بشكل اخرها يا محمد. بص اخرها ازاي عشان تبان ان اكرامي هو ازارو بيعمل الحاجات ديت على فكره بالزبط. يعني كان لسه عاملها في البينالتي اللي خده النادي الاهلي وايضا البينالتي اللي ما خدوش امام الاسيوطي والعديد من ضربات الجزاء. هنا بقى جون انتوي حط الهدف التالي ثم نزل بقى مؤمن وابتدى النادي الاهلي يعني حط الهدف الثالث وكله كان فاكر ان الاهلي خلاص ولكن ادي بقى الكره اللي عملها مؤمن وحطها باقة وكملها ازر وبعدين كروس بريبي الشمال عرض جميل وبعدين باقة لعبها محاوله من حارس المرمى محمود حمدي بتخبط في العارضه وبعدين متابعه جيده من ازارو يا كابتن حتى الكره وهي مش جايه له طلع عليها قبل ما تروح لباقة وهو دايما بيشكك في اي كوره. وبعدين كمان خد بالك يا محمد رد الفعل يعني انت هو نط وبعدين رد الفعل على الجول فده اذا كان بيدل ان في وعي. رد فعل المهاجم كان اسرع من رد فعل المدافع افضل مباراه يعني دي فيها رد فعل بس هو طلع مش بتاعته وبعدين المتابعه بقى بص المتابعه كان ممكن يقف وكان ممكن المساك يسبقه بالظبط كده وكان المدافع ممكن يشتتها. فالنهارده في تفوق واضح جدا من مهاجمي النادي الاهلي على مدافعي المقصه. بص رد الفعل كان اسرع للمهاجم اكثر من سرعه ودي بقى واحده تانية يعني جمله تكتيكيه اتعملت بشكل ده احنا نسينا كده احنا دخلنا في 11 بشكل كبير جدا اتعملت وبعدين عملها ايمن اشرف وخبطت في رجله عبد الله سعيد عملها بكعب رجله وده لكن طبعا مع الاسف راحت لايمن المدافع ما راحتش لواحد مهاجم كان ممكن يعني يدخل ممكن مهاجم يقدر يحرس لنا هدف برضه في فرصه مهمه جدا. احنا في الدقيقه 89 كل الكلام اللي احنا بنعرضه لحضراتكم ده 89 وطبعا بقى هنا ابتدى فريق مصر المقاصه يبتدي ياخد تحس ان انت بتلعب فرقه من شمال افريقيا خلاص اللي هم عارفين ازاي يضيعوا الوقت وعارفين ازاي يقعدوا يتكلموا وكابتن عماد سليمان يروح يتكلم مع حكم الرابع عشان ياخد له 30 ثانيه وكمان كل الكلام دوت خلاص بقينا اتعلمناه من شمال افريقيا. وبعدين رجب نبيل ده مهاجم دي كوره مؤمن الاولانيه ودي جون يا كابتن ده مؤمن لوحده مؤمن لوحده خدها من تحت لفوق بالظبط يعني مؤمن تفاجأ بيها ان جات له واخد بالك بضربه راس مع الاسف يعني كانت ممكن يعني بص هو هنا لوحده كان ممكن يستلمها حتى لوحده خالص جول ممكن يحطها على صدره لو جت لمحمد نجيب محمد نجيب وراه هو راجع لو جت محمد نجيب كان محمد نجيب يقدر يجيبها لنا هدف كان ممكن هو بيقول انا مش شايف نقدر نخش المباراه 3-3 كنا نقدر في اخر 5 دقائق في فرصه ثانيه برضه دي برضك من ضمن الحاجات اللي اتعملت بشكل جيد ده باقة دي باقة احنا كده دخلنا في 13 فرصه باقة مع الاسف في الدقيقه 91 النادي الاهلي بيضيع هدف كان ممكن يعدل لنا نتيجه 3-3 عبد الله السيد عملها بشكل كويس قوي يعني مساعده ومسانده باقة حطها حلو والله وخرجها لباقة لتحت عملها طبعا بوش رجله لكن مع الاسف من جنب القايم ودي كانت يمكن في الدقيقه 92
صعبت المهمه بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، اللي حصل نوع من الاستنفار في اخر تسعة واخر نص ساعه. طبعا كمان الحاله النادي الاهلي كان صالح جمعه والاستحواذ كان اكتر. ف يعني انا بقول بات لك وهارد لك للنادي الاهلي على ده. هنا حاله الطرد لصالح جمعه في اخر 3 دقائق، حاله الطرد التاكلين اللي عمله، كان عنده انذار قبل كده. وصالح برضك محمد من نوع العصبي نازل، وكابتن حسام كان بيهديه، واضح قوي انه عصبي في وقت نزوله. احنا كنا محتاجين نوع من التريث، نوع من الهدوء، نوع من الاتزان عشان تعرف تجيب جول، لانه واضح التسرع من بدايه المباراه. التسرع كان واضح لوليد سليمان، واضح على اجايه، واضح على عبد الله السعيد، واضح لاحمد فتحي، واضح على مؤمن. فعشان كده كان في نوع من التصرف في الثلث الهجومي اللي احنا ضيعنا منه الفرص اللي انت اتكلمت عليها، اللي هي اكتر من 12 13 فرصه. طب كابتن ماهر، بالنسبه لتقييم اداء النادي الاهلي فنيا، وانا بلاعب فرقه زي مصر المقاصه وباصل الى المرمى 13 مره، هل ده مؤشر جيد بالنسبه لي كفريق بيلعب على كره هجوميه ولكن عدم التوفيق كان هو السبب الاكبر في هذا اللقاء؟ هو بص يا محمد، هو جيد انك انت توصل واخد بالك، لكن اللي مش جيد بقى انك انت ما بتسجلش. يعني انت 13 هجمه جيب منها هدفين، فانا شايف ان ده عدد في العرض عدد, طيب عدد, عدد عدد قليل. يعني واخد بالك، فانت 13 هجمه بتجيب منها جولين، ممكن يبقوا 3 يبقوا 4 واخد بالك، زي ما قلت لك لو في حته نوع من عدم التسرع، عدم بلغط كوره. طيب لو اضفنا كابتن ماهر بلعب ماتش كل 4 ايام، كسبان كل الماتشات اللي فاتت، حتى وان كان مؤشر اداء، يعني ماتش النادي الاهلي، يعني اداء الاهلي امام مقصة افضل من اداء امام اسيوطي بالظبط، ولكن هنا موفق وهنا غير موفق، صح؟ هل تتفق معايا؟ لا انا معاك. انا معاك، احنا مباراه الاسيوطي مع الاسف كان بدايه الايجاد واضح على الكل، على الفرق كلها، واخد بالك، والاداء ما كانش بالحيويه والنشاط كده، والفرص ما كانتش بالعدد ده. لكن المقصه كان في فرص كتيره جدا على المرمى، سجلنا هدفين، 13 فرصه، لكن زي ما قلت لك ان بعض الفرص كان فيها نوع من التسرع، نوع من عدم التركيز، نوع من الاجهاد. ما الاجهاد يعمل لك كده محمد برضك، خد بالك، تروح للجول لكن ما تقدرش. كابتن ماهر، وحضرتك مدير فني طبعا، وحضرتك في الجهاز الفني نادي الاهلي على مدار سنوات، لما بيحدث هذا الامر انك تبقى غير موفق في لقاء، يعني كلام كابتن حسام بدري مع اللعيبه، احنا عندنا يوم الجمعه ماتش امام طنطا، هيكون ايه؟ بص، وكابتن حسام اشاد باللعيبه في المؤتمر الصحفي، وده حاجه بتحسم للجهاز الفني، انك انت بتشيد برجالتك باولادك على الاداء اللي هم ادوه. مفيش فرقه عايزه تخسر، النادي الاهلي رايح في مشواره للمكسب، كل مباراه بثلاث نقاط. فهو اتكلم على الاجهاد الواقع على اللعيبه، ودي حقيقه واضح جدا على معظم نجوم وكمان اللي عندهم خبرات، اللي هم مؤثرين في التلت الهجومي، ان هم اللعيبه المهاريه، اللعيبه اللي بتسجل اهداف. النقطه الثانيه اتكلم على عدم التوفيق، وده في كره القدم موجود. النقطه الثالثه ان هيتقفل الملف ده يا محمد، وهنبدا نفكر في ملف طنطا. الاستشفاء دور مهم جدا للكابتن حسام، ان اللعيبه دي خلال الثلاث اربع ايام ترجع لحالتها الطبيعيه. النقطة الأهم الرابعة بقى التدوير، اللي احنا اتكلمنا عليه، وأنا شايف كمان من خلالك ومن خلال رجالتنا في الاستوديو التحليلي كابتن ربيع وكابتن شريف عبد المنعم، بنتكلم على الجزئية دي باحترافية وبشكل جيد. وكمان يمكن أنتوا استعملتوا الكابتن طه الشيخ طه من ضمن طبعا خبراء كرة القدم في الجزئية دي، واحنا قلنا إن التدوير مهم جدا في المباراة القادمة لكابتن حسام البدري، المنافس الحقيقي للاعبين دول، اللي عايز يخش ويثبت وجوده. مش التدوير مش معناه ان انا بس هلاعب الناس وخلاص يا محمد، لا، ده انا هلاعب هريح الناس اللي فعلا تستاهل ترتاح، وفي نفس الوقت هشرك اللاعب اللي في المكان ده اللي بينافس وبيتمرن وبيحافظ على شغله بشكل جيد، اقول له اتفضل خد فرصتك اهو، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. كابتن مصر والنادي الاهلي، في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا محمد، متشكر جدا، شكرا حبيبي. كده فقرتنا التحليليه في استاد الاهلي اليوم خلصت. بعد الفاصل هينضم طبعا الباشمهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي وبرنامجكم ملك وكتابه، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.